جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد دعوة سكان مدينة غزة إلى الانتقال إلى جنوبي القطاع ويعلن الانسحاب من حي الشجاعية. قصف عنيف على مدينة غزة ومناطق المحافظة الوسطى، تصعيد يتزامن مع انطلاق مفاوضات الدوحة بشأن صفقة التبادل، وتحذيرات من مغبة انعكاس الوضع الميداني على سيرها. جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إذن طلبه من سكان مدينة غزة الانتقال إلى جنوبي القطاع باعتباره منطقة قتال خطرة وفق قوله، قبيل ساعات من إعلان انسحابه من حي الشجاعية شرقي المدينة. وقال المتحدث باسم الجيش في خاي أدرعي إن ما وصفها بالممرات الآمنة التي حددت سابقا تمكن السكان من الانتقال بسرعة وبدون تفتيش من مدينة غزة إلى المآوي في دير البلح والزوايد وسط القطاع. جيش الاحتلال وفي خضم هجومه الجديد على مدينة غزة في 27 من الشهر الماضي كان قد دعا سكان حي الشجاعية الشرقي إلى مغادرة المنطقة قبل أن تمتد دعواته إلى أحياء عدة في وسط المدينة مطلع الأسبوع. دعوات التهجير الإسرائيلية هذه تزامنت مع قصف مكثف ومجازر مروعة نفذها جيش الاحتلال في مناطق متفرقة عدة من القطاع أعادته إلى أيام العدوان الأولى وفق مواطنين. هذا الضغط العسكري المكثف لا يبدو خارجا على السياق الطبيعي لسياسة بنيامين نتنياهو القائمة على رفع وتيرة التصعيد تزامنا مع مفاوضات التهدئة. هدفه من وراء ذلك دون شك عرقلة سير المحادثات وإحباط التوصل إلى صفقة، أو على أفضل الأحوال محاولات انتزاع تنازلات من المقاومة وتحسين شروط المفاوضات. اللافت أن دعوات التهجير الإسرائيلية هذه لم تحقق أهدافها مع إصرار كثير من مواطني المناطق المستهدفة على البقاء والصمود رغم اضطرار بعضهم إلى المغادرة. لكن ما هو لافت أكثر أن حملات التهجير جاءت في بعض الأحيان بنتائج عكسية، حيث رصدت حركات عودة نازحين من المناطق الغربية باتجاه مدينة غزة التي يعمل الاحتلال على إخلائها. على أي حال، منظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة حذرت من عمليات التهجير ووصفتها بالمروعة، كما حذرت حركة حماس من انعكاسها والتصعيد العسكري على سير المفاوضات الحالية في سياق مناورات نتنياهو وألاعيبه المستمرة. نناقش في مساحتنا الحوارية هذه أسباب احتدام حملات التهجير الإسرائيلية في قطاع غزة بطبيعة الحال ومغزى توقيتها فضلا عن أهدافها الميدانية والسياسية ومدى ارتباطها بجولات المفاوضات الحالية. أرحب بضيوفي من عمان معين الطاهر الباحث في المركز العربي، ومن الجليل جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي، ومن دير البلح إياد القرة الباحث السياسي. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد إياد القرة، وأنت في دير البلح أقرب جغرافيا إلى منطقة العمليات في شمال قطاع غزة، لنسأل عن السياق الذي يمكن وضع ما يجري فيه في منطقة مدينة غزة وشمالها. على ما يبدو أن السيد إياد القرة ليس جاهزا
معنا سنعود إليه بطبيعة الحال. أنقل لك السؤال سيد جاكي خوري في الجليل، ما هي الأهداف السياسية من هذه العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال في مدينة غزة وإصراره الواضح على ترحيل السكان وإجبارهم على إخلاء مناطقهم في مدينة غزة؟ نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. طبعا يمكن قراءة هذه الخطوة بعدة أبعاد. هنالك البعد الميداني بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي يعتبر الآن أن مدينة غزة كلها هي منطقة عمليات، وهذا مؤشر إلى أن حركة حماس كما يبدو من خلال بعض يعني عناصرها والخلايا تعود لتنشط في أحياء المدينة المختلفة، وإن كان في ساعات المساء بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية حاولت أن تغير، بمعنى أن هذا المقصود ليس إخلاء المدينة بأكملها ولكن نوع من السيناريو المطروح. ولكن هنالك جزئية أخرى لابد من أن ننتبه لها، أن هذا البيان وهذا الإعلان والمطالبة، مطالبة المواطنين بمغادرة المدينة، جاء بشكل واضح وتزامن مع وصول الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار المفاوضات الجارية حول صفقة التبادل. ونحن نعرف جيدا أن أحد شروط المفاوضات أو القضايا التي كانت عالقة على مدار أسابيع هي عودة النازحين إلى منطقة الشمال، وبالتالي عندما يأتي الجيش الإسرائيلي وبإعاز من المستوى السياسي يطالب المواطنين في غزة بمغادرة المدينة والذهاب إلى منطقة الجنوب أو إلى وسط قطاع غزة، هي محاولة أيضا لاستغلال هذه القضية كورقة ضغط على طاولة المفاوضات. طبعا هنالك جزئية أخرى لا نستطيع أن نتجاهلها في هذه المرحلة، وإن كانت تبدو نظرية، أن هنالك مخطط إسرائيلي واضح لتفريغ شمال قطاع غزة، بمعنى أن يكون التواجد محدود جدا أو فارغ تماما، وهذا قد يمهد في مرحلة لاحقة إذا ذهبنا إلى ما يتبناه سموتريتش وبن غفير وبعض أقطاب الائتلاف، ولا أعلم ما هو موقف نتنياهو الشخصي، أن تبدأ مرحلة البناء لمستوطنات وربما التمهيد لهذه الخطوة في شمال القطاع. أنا أعلم أن هذا السيناريو هو سيناريو نظري في هذه المرحلة، والقراءة الآن هي قراءة عملية الجيش بمعنى أو بآخر داخل المدينة وبالبعد العملياتي بشكل أصح. طيب، وعليه يجب أن ننظر إلى هذا الأمر بهذين المسارين. أولا الموضوع العسكري، وأن هنالك تواجد أيضا لحركة حماس بعد 9 أشهر. طيب، في المدينة وفي الحارات والضواحي المختلفة، وأيضا الضغط كورقة ضغط على المفاوض إذن هي في الدوحة. إذن هي عملية ضغط إسرائيلية خاصة مع بدء مفاوضات صفقة التبادل في الدوحة ومحاولة ابتزاز من جانب إسرائيل. نعود إلى السيد إياد القرة في دير البلح. سيد إياد، يعني أتمنى أن تكون الآن تسمعنا بشكل واضح، وأنت الأقرب جغرافيا إلى الحدث، في أي سياق يمكن وضع ما يحدث الآن في مدينة غزة وهذا الإصرار الواضح من جيش الاحتلال على تهجير السكان من عديد أحياء المدينة، خاصة بعد 9 أشهر من العمليات العسكرية والتدمير والمجازر في مدينة غزة وغيرها من مدن الشمال؟ حسب الله أوقاتك، ويريد أن يكرر مرة أخرى ما حدث في بداية الحرب على غزة، وعمليا اليوم وفق الأحداث أننا كأننا نعيش الأيام الأولى للحرب من خلال العودة لسياسة التهجير ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في مدينة غزة والمناطق الشمالية. من الواضح أنه يريد أيضا أن يستخدم هذه الورقة بعد أن فقد كثير من الأوراق كأداة ضغط على المقاومة في قطاع غزة في المرحلة الحساسة التي تمر فيها عملية التفاوض في الدوحة خلال اليومين الأخيرين. لذلك هو يسعى أن يحقق مزيد من أوراق القوة. أحد أوراق القوة هو العودة لسياسة التهجير التي يسعى لها، لكن هذه السياسة فشلت في البداية واليوم واضح أنها فشلت، لذلك هو تراجع إلى حد ما وتحدث عن أنه أن الحديث ليس عن إفراغ مدينة غزة أو إخلاء الأحياء، غالبية الأحياء في مدينة غزة، يتحدث عن أحياء محددة، على الرغم من أن بيان الجيش الإسرائيلي كان واضح من البداية أن يتحدث عن إخلاء مدينة غزة، لأن هناك ما يتجاوز 750 ألف فلسطيني رغم كل المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، هم لازالوا في المناطق الشمالية في مدينة غزة وفي محافظة شمال قطاع غزة، ارتكب المجازر بما فيها قبل 3 دقائق أو خلال الساعات الأخيرة في مدينة غزة، وسبقها أيضا
نفس الامر في المناطق الشرقيه لمحافظه خان يونس، بالامس وارتكب مجزره راح ضحيتها 30 مواطن فلسطيني، 30 مدني فلسطيني شهداء من خلال استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي، وهي امتداد ايضا للمناطق التي حدثت في المنطقه الوسطى. وهنا يجب الاشاره انه ليس فقط الامر مرتبط بما يحدث في مدينه غزه، هو يحدث في كل مناطق قطاع غزه. الجانب الاخر واعتقد انه مهم، ان الورقه الاخيره المرتبطه بادوات الضغط الاسرائيليه هو فقدها، وهي التي كانت ترتبط بمدينه رفح. اليوم هو يغوص في وحل مدينه رفح بعد ما يتجاوز من شهرين من مدينة رفح، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيق الأهداف التي تحدث عنها، وإلا أنه قام بتدمير البنية التحتية وتدمير المنازل وهدم أحياء كاملة ونفسها في مدينة رفح على ما حدث في مدينة خان يونس ومدينة غزة تحديدا. لذلك الآن هو يذهب إلى الورقة التي يعتقد أنه يمكن أن تحقق أداة ضغط في مرحلة التفاوض الحساسة خلال 48 ساعة الأخيرة. نعم، وضحت الفكرة. أستاذ معين الطاهر، في عمان إذا هناك اتفاق على أن ما يجري هو محاولة يعني تشكيل ضغط إضافي على حركة حماس لتحقيق مكاسب سياسية، لكن عسكريا كيف تفسر هذه الخطوة من جانب جيش الاحتلال، محاولة تفريغ هذه المناطق ممن تبقى من سكان هذه المناطق في أحياء مدينة غزة؟ ما المغزى العسكري من مثل هذه الخطوة؟ نعم، علينا أن ندرك أن أي عملية عسكرية لها بالنتيجة مغزى سياسي، وأن الخلاف الرئيس ما بين الجيش وما بين نتنياهو كان هو على تحديد أهداف سياسية للعمليات العسكرية، حتى يمكن أن يقول الجيش أنه قد تمكن من تحقيق إنجاز ما على الأرض. العملية التي تجري الآن في شمال غزة وفي مدينة غزة لها في تقديري هدفان. الهدف الأول كما قال الزملاء هو ممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس في المفاوضات الجارية الآن في هذه الساعات في الدوحة، بمعنى أنهم يقولون لحركة حماس بوضوح بأن العملية العسكرية مستمرة، بأننا ستقوم بتهجير مدينة غزة، سنقوم بتدميرها إن لم يعني تبدوا مرونة أكثر أو توافقوا على الشروط الإسرائيلية المطروحة عليكم. هذا من ناحية أولى. من ناحية عملياتية يجب أن نتذكر أن العمليات التهجير هي كانت مستمرة في كل القطاع، بعض النازحين قد نزحوا أكثر من 11 مرة، كما قال لي أحدهم قبل يومين، قال لي هذه المرة 11 التي أنزح بها من مكان إلى مكان إلى مكان. لكن فيما يتعلق بالشمال بالذات نلاحظ أن عمليات التهجير أخذت منحى مختلف، هي تهجير في اتجاه واحد، في طريق واحد. يعني مثلا أهل خان يونس، أهل دير البلح تم تهجيرهم إلى خان يونس، ثم تم تهجيرهم إلى رفح، ثم عادوا إلى المواصي، ثم عادوا إلى خان يونس، ثم عادوا إلى دير البلح، وهكذا دواليك، يعني داروا في حلقات ويتم تهجيرهم، يعني يتم انتقالهم وهجرتهم من مكان إلى آخر. شمال غزة لا، المسألة مختلفة، هي هجرة من مكان واحد. من يغادر شمال غزة من الصعب عليه أن يعود إليها، بمعنى أنه تحدث هناك عملية تفريغ كاملة للشمال. هذا هو مغزى هذه العملية، ونحن نعرف أنه إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات، سواء كان ذلك في المسودة الأولى للورقة الأمريكية أو المسودة الثانية، كانت هي حول منطقة نتسريم وانسحاب الجيش الإسرائيلي منها، كانت حول محور صلاح الدين، بمعنى أنه كان الخلاف الرئيسي هو حول عدد أولئك الذين سيسمح لهم من الشمال، من الذين هاجروا من الشمال إلى العودة إلى شمال غزة. هذا لم ينطبق على بقية المناطق. طيب، لم يكن هنالك قيود على عدد الذين سيعودون من رفح إلى خان يونس أو من خان يونس إلى رفح أو العكس. كانت هنالك شروط إسرائيلية تحدد عدد المسموح لهم بالعودة إلى شمال وما غزة. يؤكد هذا الطرح أستاذ معين، يعني ما ذكر اليوم أن إسرائيل طلبت ضمانات من واشنطن بإمكانية مهاجمة قطاع غزة في حال حصول اتفاق إذا ما ثبت عودة مسلحين إلى مناطق الشمال. هنا نسأل سيد جاكي خوري، يعني هذا الضغط العسكري الذي تحاول من خلاله إسرائيل وفق ما قلت يعني تحقيق مكاسب سياسية وابتزاز حركة حماس، لكن ألا يخشى
أن يعيق جولة المفاوضات هذه وبالتالي تحقيق رغبة بنيامين نتنياهو في تفجير وتخريب هذه الجولة من المفاوضات كما نجح وفعل في السابق؟ يعني واضح أن هذا الموضوع يرتبط أيضا بتطورات في الميدان، ونعم يمكن أن يخدم مصلحة نتنياهو السياسية، يمكن أن نقول حتى مصلحة نتنياهو السياسية الضيقة. السؤال لأي مدى ينجح نتنياهو هنا في تفعيل يعني المؤسسة العسكرية بالكامل لمصلحته السياسية، أم هنالك فعلا بعض الأمور التي تتناغم في المواقف بين المستوى العسكري والمستوى السياسي؟ قبل قليل أحد المصادر السياسية المطلعة كما يبدو على فحوى ما يحدث في الدوحة والاتصالات قال في نهاية المطاف كل الكرة في ملعب شخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو. ولكن أعتقد أن هذا الموضوع أيضا يجب أن يحسم ليس من خلال نتنياهو الشخص وأيضا دولة إسرائيل، وإنما من خلال من يشرف الآن على إدارة هذه المفاوضات. إذا كانت الولايات المتحدة ممثلة برأس جهاز الاستخبارات ويليام بيرنز، ومن خلال الوسيط القطري والمصري والضغوط التي تمارس، بمعنى هي لحظة امتحان حقيقية أيضا لما يعرف المجتمع الدولي، لما يعرف أيضا بجهود الوسطاء أيضا الولايات المتحدة ودورها إذا كانت معنية فعلا في انتهاء الحرب. بمعنى نحن الآن أمام مرحلة لا يمكن يعني لأي طرف خاصة الطرف الإسرائيلي أن يقول هنالك أهداف لم نصل بعد في مسار المستوى العسكري. على سبيل المثال أذكرك وأذكر المشاهدين عندما تحدث نتنياهو مرارا أنه لابد من دخول مدينة رفح، الآن دخل مدينة رفح وبالتالي يمكن أن نقول انتهت العمليات العسكرية هناك في مرحلتها التي حددت كخطوة أو الجولة الثانية، والآن يستعدون إلى ما يعرف بإعادة الانتشار والتواجد في محورين أساسيين، محور نتسريم ومحور فيلادلفي. السؤال الآن لأي مدى هنالك فعلا خطة عمل واضحة لكل الجهات تقضي بانسحاب الجيش في مرحلة ما، أن يكون الانسحاب كامل من قطاع غزة، وأيضا أن تكون هنالك مراحل واضحة لكل الأطراف تبدأ بعملية التبادل، تنتهي أيضا بإنهاء كل الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وثالثا البدء بمرحلة إعادة الإعمار. إلى أي مدى هذا المشروع سيطبق على الأرض، بمعنى أن ينتقل من الورق من الورقة المكتوبة من الاتفاق حتى لو تم التوقيع عليه إلى مرحلة التطبيق، وأن يتم أو تتم عملية التطبيق فعلا كما هو مخطط لها؟ أعتقد هنا علامة استفهام كبيرة، وفعلا هذا بحاجة إلى ضمانات كبيرة. أنا باعتقادي وأقول هذا يعني في مرحلة التكهن، ولكن أيضا مبني على بعض المعلومات، أن هذا الاتفاق قد يصل في نهاية المطاف إلى مرحلة التوقيع. الجزئية الأهم هي التطبيق، ودائما كل طرف وخاصة الطرف الإسرائيلي قد يجد يعني المبرر لماذا يؤخر مثلا عملية الانسحاب أو لا يطبق التفاصيل الكاملة في هذا الاتفاق، لأن المسألة المرتبطة بكسب الوقت بالنسبة لنتنياهو خاصة حتى نهاية هذا الشهر، وهي مرحلة حاسمة جدا، وهي ترتبط بأمرين أساسيين. الأول أنه يريد أن يلقي خطاب أمام الكونغرس وهو في مرحلة حرب، لأن هذا يمكن يعني أن يغذي وبشكل كبير القاعدة الانتخابية بالنسبة له، وأيضا بالنسبة لمؤيديه في أوساط اللوبي الأمريكي والكونغرس، وحتى يخدم في مرحلة ما الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. وبالتالي من يتوقع أن تصل الأمور إلى نهايتها خلال الأيام القادمة، أعتقد هذا الأمر بعيد جدا إلا إذا كانت ضغوط أمريكية غير عادية في هذا المحور. قضية أخرى هي أن يخرج لإجازة الصيف من الكنيست حتى نهاية هذا الشهر، ودون أن يكون لك موضع خلافي يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الائتلاف الخاص بنتنياهو. إذن أهداف كثيرة، هذه القضية ترتبط بالميدان. نعم. إذن أهداف كثيرة بالنسبة لنتنياهو يعني يسعى من خلالها إلى تخريب هذه المفاوضات التي تخدم هذه الأهداف التي طرحتها. أستاذ معين، مع كل جولة مفاوضات يصعد جيش الاحتلال من عدوانه على قطاع غزة، أدوات الضغط والابتزاز التي يمارسها الاحتلال من خلال توسيع استهداف المدنيين وتجويعهم في كل مدن قطاع غزة، إلى أي حد يمكن أن تدفع حركة حماس إلى تقديم تنازلات في إطار هذه المفاوضات؟ نعم، لا
لا شك أن حركة حماس معنية تماما بحاضنتها الشعبية، معنية تماما بشعبنا الفلسطيني في غزة. ما يحدث في غزة يعني شيء يفوق الوصف، يعني يتعدى أي حديث. منذ إغلاق معبر رفح وما قبل ذلك لم تفلح الضغوط الأوروبية ولا الجهود العربية ولا الدولية ولا الأمم المتحدة في فتح معابر للمساعدات. حتى الرصيف العائم الأمريكي الذي كلف مئات الملايين من الدولارات تبين أنه كذبة كبرى، لم يتمكن من إدخال سوى نذر يسير، وكذلك حال الإنزال الجوي الذي حتى توقف بالفترة الأخيرة. ما يحدث الآن في قطاع غزة هو مجاعة حقيقية بالمعنى الحرفي للكلمة، ومشكلة كبيرة في تدهور الوضع الصحي والطبي والإنساني، وفي كل لا يوجد هنالك ظروف حياة بشرية الآن في قطاع غزة. هذا لا شك أنه يشكل ضغط حقيقي على قيادة حركة حماس، هذا لأنها بالنتيجة معنية بشعبها، معنية بأن يتنفس هذا الشعب. لذلك أنا أتفق مع زميلنا في هذه الحلقة في أن هذه الضغوط أو بأن هذه المرحلة قد لا تسفر عن اتفاق نهائي، قد تسفر عن اتفاق جزئي فقط لا غير، بمعنى أنه قد تضطر حركة حماس إلى التراجع عن بعض النقاط المثارة، مثل الحصول على يعني ضمانات نهائية وكاملة لوقف إطلاق نار شامل. ربما يلجأ الوسطاء ويمارسون الضغوط على حركة حماس للقبول بوقف جزئي يمتد إلى 42 يوم، أي للمرحلة الأولى من هذه الحرب. هذا في الحقيقة أمر أصبح متوقعا، وحتى هذا قد يمتد، يعني قد لا يحدث خلال أيام قليلة كما قال أيضا زميلنا، قد يمتد إلى نهاية هذا الشهر، إلى زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عطلة الكنيست، إلى محاولة الجيش الإسرائيلي تحقيق طيب، إنجاز ما. هو ما زال حتى الآن يقاتل في رفح، يريد أن يقوم بإنجاز في قطاع غزة. حتى إذا تم هذا الاتفاق الجزئي يضمن بأنه يعني لن تكون هنالك بؤر قتالية كبيرة في غزة. هو يحاول بطبيعة الحال، ولكنه على مدى 9 أشهر لم يتمكن من تحقيق يعني سيطرة كاملة، من تحقيق أي إنجاز عسكري. تمكنت المقاومة طيلة هذا الوقت من إعادة تنظيم صفوفها، من إعادة تنظيم كتائبها، من إعادة تنظيم وحداتها، ومن استنزاف الجيش الإسرائيلي. لكن الحالة الإنسانية تبقى هي الجزئية الأهم، وهي التي يلعب عليها الاحتلال الإسرائيلي. الآن نعود مجددا إلى ضيفنا إياد القرة الذي انضم لنا مجددا بعد أن انقطع التيار الكهربائي في دير البلح حيث يتواجد. سيد إياد، في إسرائيل ثمة من يعتقد أن الضغط العسكري خاصة استهداف المدنيين، هذه المجازر البشعة بحقهم، محاولات ترحيلهم إلى مناطق يعني في كل مرة من منطقة إلى أخرى، تجويع الناس، تدفع حركة حماس إلى تليين موقفها في المفاوضات. هل يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية الإسرائيلية؟ التجارب السابقة في جولات التفاوض السابقة، سواء كانت في نهاية شهر ديسمبر حينما كان الجيش الإسرائيلي يخطط للهجوم على خان يونس، مارس نفس الضغوط ولم ينجح، وبعد 4 شهور اضطر للخروج دون تحقيق أي أهداف، سواء كان ما قال حينها جالاند، وهو أنه قال أن السنوار يسمع أصوات الآليات والدبابات الإسرائيلية، وخرج الجيش الإسرائيلي من رفح ولم ينجح في تحقيق ذلك رغم ما ارتكبه من عملية تدمير واسعة. حدث الأمر أيضا حينما في المفاوضات في نهاية شهر فبراير، في فبراير الماضي، وحينما هدد بالذهاب إلى رفح واستخدمها أداة الضغط، أيضا فشلت في ذلك. واليوم نحن نتحدث عمليا عن العملية، أن الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يدمر أجزاء كبيرة من مدينة رفح ولم يحقق شيئا، وهذا لم يؤثر بالعادة على عملية التفاوض. صحيح أنه هو يوقع مزيد من الدمار والتخريب، لكن هذه سياسة الاحتلال الإسرائيلي، سواء أبدت حركة حماس مرونة أو لم تبدي مرونة بهذا الاتجاه، لأنه بالأساس منذ شهر من نوفمبر الماضي قدمت كثير من المقترحات الإيجابية وتعاطت مع الوسطاء، سواء كان المقترح الذي قدم في شهر مايو في 6 مايو ووافقت عليه حركة حماس وقدمه طيب. الوسيط القطري، طب ولكن في ظل تطورات على قرار سيد مجلس إياد. الأمن، في ظل هذه التطورات على التي نشاهدها بيان الآن بايدن ومحاولات إسرائيل المستميتة لتفريغ
مدينة غزة أكثر وأكثر، ما هي حسابات حماس الميدانية والسياسية؟ عنصرين مهمين، العنصر الأول وهذا مهم جدا، حالة يمكن أن نقول الصمود ورفض الخروج، واليوم كانت حملات واسعة في خاصة في غزة والشمال شعبية بعدم مغادرة وعدم الاستجابة، وفعلا الاستجابة قد تكون تصل إلى مرحلة الصفر، أن المواطنين يرفضون النزوح، وخاصة أنا أتحدث عن صمود بعد 9 شهور في مناطق غزة رغم كل التدمير، وتحدث ضيفك عن حالات النزوح التي وصلت أحيانا بعضهم إلى 23 مرة النزوح بين مناطق المختلفة، ومع ذلك صمد ولم يستجيب للنداءات. الجانب الثاني قوة المقاومة، تحدث عن عمل المقاومة، يقر الجيش الإسرائيلي يوميا بمقتل إصابة الجنود الإسرائيليين خاصة في المناطق التي يصل إليها، أنت تتحدث عن حي اليوم انسحب من حي الشجاعية الذي لقى فيه مقاومة شرسة لدرجة أنها وصفت صحيفة ديوت وأيضا صحيفة معريف بأنها الشجاعية الملعونة بالنسبة لهم، وأيضا يتكرر الأمر اليوم في منطقة تل الهوى وهي المنطقة المحادية لما يعرف محور نتسارين صلاح الدين ما بين صلاح الدين والرشيد، ويتعرض الجيش الإسرائيلي بشكل دائم، لذلك الرهان يتم على مستوى الشعبي من حيث الصمود أو على مستوى قوة المقاومة التي اليوم هناك إقرار إسرائيلي بالأمس بشكل واضح أنه لن يتمكن ولا لم يتمكن لا من النيل من القوة العسكرية لحركة حماس، حتى جالانت وزير الدفاع وزير الجيش الإسرائيلي اليوم تحدث بهذا الاتجاه وقال أننا بأحسن الأحوال هو استطاع أن يدمر 90% من قدرات حماس أو قدرات كتائب القسام في قطاع غزة، وهذا دلالة على الفشل. سيد جاكي خوري، كنت تقول أن الاتفاق قد يصل إلى مرحلة التوقيع، لكن الجزئية الأهم هي في التطبيق، ونتنياهو لديه مصلحة في إطالة الحرب ولديه العديد من الأهداف في هذا الاتجاه. وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت قال قبل قليل أن صفقة التبادل تدعم مصالح إسرائيل القومية والأمنية ويجب اغتنام هذه الفرصة. إلى أي حد قادر المستوى العسكري والأمني في إسرائيل على الضغط على بنيامين نتنياهو لتمرير هذه الصفقة؟ يعني أعتقد هذه القضية ولأول مرة هنالك شعور عام في إسرائيل. عادة كنا نتعامل مع المشهد الإسرائيلي بأن هنالك أجهزة أمنية وهنالك دولة عميقة مرتبطة بالأساس بالأجهزة الأمنية، هي التي تحدد يعني وقع أي ملف وهي التي تتخذ القرارات الأساسية في أي ملف به بعد استراتيجي، ولكن واضح أن لأول مرة دعني أقول تبدو الأمور بشكل ظاهري وبارز أن هنالك خلاف قد يكون حتى عقائدي، بمعنى هنالك نتنياهو وحلفائه سموتريتش وبن غفير اللذان يرفضان بأي حال من الأحوال التوصل إلى صفقة بأي صيغة يمكن أن تطرح على الأقل بناء على ما نشر حتى الآن أمام المستوى الأمني والعسكري والاستخباراتي، وبالتالي هذا يبرز من خلال تصريحات عدد من القيادات العسكرية بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الجنرالات المتقاعدين الذين يملؤون الاستديوهات في وقنوات التلفزة الإسرائيلية، ولكن تصريح جالانت واضح أنه مهم في هذا السياق، وهنا الصراع الذي يبدو يعني بشكل مباشر بين الطرفين، خاصة إذا خلصت الأمور على المستوى العسكري أنه فعلا هنالك نية للتقدم في هذا المسار، ولكن كل من نتحدث معه على المستوى الإسرائيلي يصل إلى قناعة واحدة أن هنالك شخص واحد هو الذي يستطيع أن يحرك الأمور لهذا الاتجاه أو ذاك، هو بنيامين نتنياهو، والأمور مرتبطة الآن أولا بالبعد السياسي الداخلي، كيف ستؤثر هذه الصفقة في حال تم التوصل إليها على شعبيته، الضغوط التي تمارس عليه، وإلى أي مدى هذا سيهدد الائتلاف، خاصة بعد تصريح لبيد كرئيس المعارضة أنه على استعداد لأن يعطي نتنياهو شبكة أمان لتنفيذ هذه الصفقة، ولكن واضح أنه بعد تنفيذ هذه الصفقة ستذهب البلاد إلى انتخابات، والسؤال إلى أي مدى نتنياهو معني بهذه الانتخابات في هذه المرحلة تحديدا، وهذه علامة استفهام كبير. أستاذ معين، قلت أن ما يجري في الشمال هو في سياق تفريغ هذه المنطقة، وهناك ثمة من يرى في إسرائيل أن إسرائيل في واقع الأمر لم تتخلى عن يعني رؤيتها في تفريغ الشمال، والأستاذ جاكي قال إن هذا نظريا يخدم أهداف سموتريتش وبن غفير. إلى أي حد هذا الطرح دقيق، وهل عسكريا إسرائيل قادرة على ذلك؟ نعم إسرائيل قادرة على ذلك، هو أنها ستحاول أن تقوم بذلك وحاولت به، هي تمنع عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، هي قامت بعمل جدار عازل ومنطقة أمنية،
هي وضعت قواتها على محور صلاح الدين وعلى محور نتسريم. إسرائيل أيضا تدرك أن مدينة غزة هي عاصمة قطاع غزة، لذلك هي لا تريد لها أن تكون موجودة، هي تريد أن يعني أن يذهب أهل غزة إلى خارج مدينة غزة. هذا من مصلحتها، لا تريد مثل هذه التجمعات، لا تريد الشجاعية ولا تريد جباليا ولا تريد مثل هذه المخيمات المكتظة والقريبة جدا من الحدود. هذه مصلحة أمنية للجيش الإسرائيلي، هو سيحاول أن يقوم بذلك، ولكنه حتى الآن قد فشل. لاحظنا كم مرة اقتحم مستشفى الشفاء، كم مرة اقتحم حي الزيتون وحي الدرج، وحتى يعني حتى بيت يحون وجحر الديك وإلى آخره. ما زالت حتى الآن المقاومة قادرة على أن تعيد تنظيم صفوفها هناك، ولكن محاولات الجيش الإسرائيلي ستستمر، وهي إذا وضحت تمكنت من الفكرة تدمير أستاذ نصف معين، سكان هذا الشمال ما سمح به بالتأكيد. الوقت. يعني أشكرك جزيلا معين الطاهر الباحث في المركز العربي، حدثتنا من عمان. الشكر موصول أيضا للسيد جاكي خور الباحث في الشأن الإسرائيلي من الجليل، وضيفنا إياد القرة الباحث السياسي في دير البلح. شكرا لكم جميعا، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. الآن عودة إلى الزميلة سهام لاستكمال هذه التغطية.